حقيقة اعتقال الشيخ بدر نادر المشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتقال الداعية الإسلامي المعروف بدر المشاري، ولم يعلن أي مصدر رسمي عن حقيقة اعتقال الشيخ بدر المشاري، حيث تداول مستخدمو الإنترنت نبأ القبض على الشيخ من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أفادت بعض المصادر أن سبب الاعتقال كان انتقاداته من نظام الحكم في السعودية، لكنه لم يصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية بخصوص اعتقال الشيخ بدر المشاري. هو داعية وواعظ عمل سابقا إمام لجامع حطين في الرياض، وتفرغ للعمل الدعوي وتحديدا الوعظ والرقائق. هو من مواليد عام 1973، يبلغ من العمر 49، جنسيته السعودية، والمهنة داعية إسلامي، ويعتبر من أكثر الدعاة الذين تتداول حولهم شائعات وأخبار كاذبة، منها خبر اعتقال وآخرهم كان خبر وفاته وخبر اعتقال نشرته بعض الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي. أعزائي المتابعين، وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.